الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. طالب النائب مضر الكروي بتغيير مسؤولي المصارف العراقية لمن تولوا مناصبهم منذ أكثر من 5 سنوات، وقال الكروي إن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق تستدعي تغييرات جوهرية في التعاطي معها، خاصة ملف المصارف الحكومية عبر تغيير إدارتها وإعطاء فرصة للكفاءات في تولي المناصب التي تدفع الإطار الاقتصادي إلى الأمام وتغير في سياسة الدولة المالية بما يخدم المصلحة العامة. وأشار إلى أن العراق يعاني من أزمة اقتصادية كبيرة وتشكل تحدي لفئات واسعة، لافتا إلى أن التغير في العمل المصرفي وخاصة الإدارات خطوة بالاتجاه الصحيح. دعا النائب السابق فرات التميمي إلى إحياء مشروع حوض العيث شرقي قضاء بلدوزر لكونه يضم كميات كبيرة من المياه الجوفية الصالحة للاستخدام البشري. وقال التميمي إن المشروع طرح قبل 15 سنة وتكرر طرحه قبل عدة أشهر أمام وزارة الموارد المائية، لكن لم يتحقق أي شيء على الأرض، رغم أنه يشكل أهم البدائل في إسعاف ثالث أكبر مدن ديالى من الجفاف من خلال توفير المياه الخام لمحطات الإسالة المركزية وتأمين المياه لأكثر من 200,000 نسمة. صرحت الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز التابعة للبنك الدولي بأن العراق وتسع دول أخرى يتحملون مسؤولية حرق 3/4 الغاز الطبيعي في العالم والتسبب بانبعاثات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون. وكانت وزارة النفط الحالية أقرت في وقت سابق بوجود استنزاف كبير في ثروات البلاد، من بينها حرق الغاز الطبيعي المستعمل في إنتاج الطاقة الكهربائية، مقدرة خسائر العراق بنحو 10 مليارات دولار سنويا. كشفت وثيقة صادرة عن مجلس النواب بمخاطبة الادعاء العام لتحريك شكوى ضد شركة النفط المحافظة لعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه حقل الغرافة النفطي. وذكرت الوثيقة الصادرة عن النائب كاظم الفياض أنه وجه الادعاء العام بتحريك شكوى رسمية ضد شركة نفط ذي قار لإخلالها ببنود العقد الخاص بحقل الغرافة النفطي، مبينة أن الشركة لم تفي بالتزاماتها لتشغيل أبناء المناطق المحيطة بالحقل والمتضررة حسب النسب التي نصت عليها فقرات العقد. أعلنت منظمة أوبك أن حصة الإنتاج النفطي الخاص بالعراق ستبلغ 4,509,000 برميل يومياً خلال شهر حزيران المقبل، بعد اتفاق أوبك بلس على زيادة 432,000 برميل في اليوم. وذكرت المنظمة أن العراق جاء ثاني أكبر منتج في المنظمة بعد السعودية وثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بلس بعد السعودية وروسيا. وأضافت أن إنتاج السعودية وروسيا حدد ب10,663,000 برميل يومياً لكل واحد منهما خلال شهر حزيران، أي بزيادة نحو 114,000 برميل يومياً عن شهر أيار الحالي. أما الآن فننتقل إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.